Can all the students come forward, please? And off the side wall. Also, make sure there's no one behind the judges as well. Students who are on the wall, if you're on the wall, but are behind the pillar, please come forward to the lines. The students. Everyone be quiet now, please. So, before we start, we had one student missing from the beginners or intermediate category. And okay, so can we have Minhaj Abidin from Ustad Omar's class reciting Surah Al-Fil? Yes, from the beginning. Minhaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Now from the advanced category, we have Salman Safwan Ahmed reciting Surah Taha from Ustad Ubaidullah's class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Next, can we have Mu'adh al-Imani reciting Surah al-Imran from Musa al-Baytullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. بارك الله فيك. Next we have Muhammad Saif al-Rahman reciting Surah Al-Hashr from Ustaz Ubaydullah's class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
next come we have Hamza Ali reciting Surah Al-Isra from Musa Dubayd Allah's class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Next, can we have Muhammad Al Amin reciting Surah Baqarah from Musa Dubayd Allah's class? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Next, can we have Usaid reciting Surah Al-Baqi'ah from Ustaz Ubaidullah's class? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Next come we have Talha, reciting Surah Ar-Rahman, who has obeyed Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Next, we have Muhammad Farhat reciting Surah An-Najm from Ustad Ubaidullah's class. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Next, can we have Muhammad Tahir Hassan reciting Surah Al-Dukhan from Ustad Ubaidullah's class? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن
مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Next, we have Imad reciting Surah An-Naml from Ustad Ubaidullah's class. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون And finally, can we now have Abu Tahir reciting Surah Al-Waqi'ah from Musa al-Amin al-Law's class? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Alhamdulillah, now we have finished. We'll just wait for the scores to be tallied up. And while we're waiting for that, it won't be too long. We'll have Ustad Hilal to come over and give a reminder. And then he will, after that, announce the winners, inshallah. Barakallahu feekum.
everyone stay seated, please. Do not get up from your place. إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, we confess that we can't praise Allah subhanahu wa ta'ala enough for that which we see in front of us of the blessings that He has bestowed upon us. And what is this blessing that which we are talking about? And that which we are grateful to Allah and thankful to Allah for is that He subhanahu wa ta'ala guided our children to be desirous and competing with one another in khayrat, specifically in reading, memorizing, understanding the Quran, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And we hope that these very children who are now students today will insha'Allah ta'ala become teachers in the future. And the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said, the best of you are those who learn the Qur'an and teach it. So what can be a greater blessing than this? And I remind all of the students and all of the parents and the teachers and everybody, for these are the statements of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, when he said, إِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَوْكَ. Strive to that which benefits you. And from the most beneficial things that you can do is to learn the religion of Allah, whether that be the Quran or whether that be the Ahadith. So I advise the students, إِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَوْكَ. Strive to that which benefits you. From revising the Quran, from taking advice from your teachers, for reminding each other to revise the Quran, to revise at home. All of this is that which benefits you. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and also as well for the parents, in cultivating their children, ihris ala ma yanfa'uk. Strive to that which benefits you, of reminding your child every now and then on the importance of learning the Quran. Maybe making a schedule for him if he's quite young, and helping him in these ways. All of this comes under the statement of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, إِحْرِسْ عَلَى مَا يَنْفَعُ. Then the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he said, وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, and seek the aid of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is one of the most imperative things, that which we must instill in our children, no matter that which they do. From the greatest and most noblest and highest of the actions of reading the Qur'an to even little things that they do. We must all seek the help of Allah.
Because if we strive our best, yet Allah subhanahu wa ta'ala doesn't allow that thing for us, it will never happen. So therefore we have to ask Allah and we have to beg Allah subhanahu wa ta'ala to aid us. And same thing goes for the parents as well. And the dua for the parent over his child is an accepted dua. So make a lot of dua. A lot of dua. Increase in your dua for your children, that they become memorizers of the Qur'an and implementers of the Qur'an. And when Aisha radiallahu anha was asked about the character of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, she said that his character was the Qur'an. So make a lot of dua, especially in these last 10 nights of Ramadan. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, وَلَا تَعْجِزْ, and never give up. So keep doing these things forever until you meet Allah subhanahu wa ta'ala. So with that short reminder now done, my brothers and sisters, I just want to give a reminder about the judges. Now I know this competition, it means a lot to us in our hearts. And we have family and we have students. But we have placed these judges to be judges because of their knowledge and their hifz of the Qur'an. Because of what they have over us, they're the ones that are judging. Now I, or you, could think, actually, I think this person should get this mark, and this person should be this place, and that person should be that place. But since we have placed them as judges, we say we let them judge. And with whatever judge they pass, we say, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. And we encourage those to try more and more next year, those who didn't get the result they wanted. So after that reminder about the judges, I'd like to thank and extend my thanks after thanking and praising Allah subhanahu wa ta'ala, the students. You students, you really work hard. You listen to your teachers. You have a lot of respect. And I've been around to different masajid, and I can tell you, the students, alhamdulillah, we have a great standard here in this masjid. And you can see it for yourselves. You can witness it for yourselves. About the standard of the recitation of the Qur'an, the manners, the etiquette, the respect they give to the teachers, it's good. And no doubt, this has to have come from the parents. So we also like to thank the parents about how you cultivated your children to respect and honor Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and then the masjid and anything connected to that, like their teachers. And this is from the deen. Also, I would like to thank the teachers who work very hard themselves. When it's a child, to instill that love and to develop him and to get him to this level that which you are witnessing, it's a lot of work. Constant reminders, constant advice, constant checking. Even outside, I've seen the teachers do it. Outside, they will take the child outside of class and advise him. Did you revise? We should be grateful about this. Now, I'd like to thank the general congregation. What a beautiful congregation. If you didn't give life to these events by attending, by loving Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and by extension the masjid and that which takes place in the masjid, then it would be empty, wouldn't it? So I'd like to thank you as well. And finally, I'd like to give a big thanks to the organizers and the helpers, without whom a lot of it will just fall apart. There wouldn't be any event left after that. So I'd like to thank those brothers who deal with the media, who deal with the rest of the like work that is done behind the scenes that you don't know about. In the last 10 nights, they take from their 10 nights to do this, to put this action. It's a big task. So I'd like to really thank them as well. So with that being done, I can see some people shaking in anticipation. Inshallah, we're going to start to announce the winners, right? Inshallah, barakallahu feekum. So brothers, students, they sat down, be calm. Inshallah, we're going to announce it. And أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
Well, wait, one second. It's going this way, this way, this way. Bismillah. Okay, so we're going to announce the winners, inshallah ta'ala. First, we're going to announce the winners from the sisters' side, because they also had a competition on their side as well. I'm going to announce them from fifth place all the way to first place. Inshallah. Could have complete silence. Okay, so the winners from the sisters only beginners category, and this is top 5 out of 27. And for 5th place in the beginners category for the sisters only is Medina Akhtar Hiba. We're not going to have, because they're in the sister side, they're not going to come down, but they are up there. As for fourth place, we have Tanisha Ali. Third place, we have Mehnaz Islam. Second place, we have Israt Shah. And finally, first place in the beginners category for the sisters only side, Liana Mia. So that those are the winners for the beginners category in the sisters side. Now for the advanced category in the sisters only section. In fifth place we have Maryam bint Luban. For fourth place, we have Isra Ibrahim Islam. For third place, we have Fatima Amatullah. For second place, we have Subha Alam. And finally, first place in the sisters only advanced category, Fariha Kabir. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them all. Now for this competition that we just did over the last 2 days, the way we're going to do it is we're going to first announce top 5 in random order. Then once we've announced top 5 in random order for all 3 categories and we have them standing in front of us, we'll then announce 3, 2, and 1 for each category, starting with beginners, going on to intermediate, and then going on to advanced, inshallah. And note that from the competitors from this whole competition that we had, from both sides, there are 143 competitors. So there's a lot of them. So getting a position means a lot. It means they worked really hard. Tayyib, so in random order, no particular order, the top 5 in the beginners list is Isa Muhammad Yahya, Muhammad Nabhan Uddin Chowdhury, Isa Iqbal, Ayub Fakir, and Ibrahim Ahmed Chowdhury. Now we move on to the intermediate, top 5 in no particular order. We have Abdurrahman Kinani, Muhammad Tamim Hassan, Muhsin Alam, Hamza Hussein, Muhammad Yusha' bin Luban. And finally, top 5
for the advanced category in no particular order. Muhammad Al-Amin, Muad Al-Imani, Shah Muhammad Ali Yasin Talha, Abu Tahir, and finally, Imad. Okay, alhamdulillah. Let that soak in for a little bit. Now, beginners first, top three. In third place, for the beginners category, we have Isa Muhammad Yahya. Allahumma barik. In second place in the beginners category, we have Ibrahim Ahmed Chowdhury. And finally, the winner of the beginners category goes to Ayub Fakir. And in fourth and fifth place, in fourth place in the beginners category was Isa Iqbal. And fifth place was Muhammad Nabhan Uddin. Barakallahu feekum. May Allah bless everyone from the beginners category. Now, we move on to the intermediate category. Third place in the intermediate category belongs to Abdul Rahman Kinani. Second place belongs to Muhammad Yusha' bin Lubin. And finally, first place in the intermediate category belongs to Muhsin Alam. Barakallahu feekum. And fourth place will belong to Hamza Hussein, and fifth place to Muhammad Tamim Hassan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all of those who competed in the intermediate category. And finally now, the advanced category, the final category to be announced on the day. We start, as usual, with third place. And third place in the advanced category belongs to Abu Tahir.
Now, second place in the advanced category belongs to Imad. And now finally, the final position left to be announced from the top three of the advanced category, the winner of the advanced category. This belongs to Mu'adh Al-Imani. And fourth place in the advanced category belongs to Shah Muhammad Ali Yasin Talha. And fifth place belongs to Muhammad Al-Amin. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all those who competed in the advanced category. Alhamdulillah, we are extremely pleased with all of the students. And therefore, all of the students will be getting sweets as well, sweet cones. But we do ask that you don't open the sweet cones inside the masjid because it will leave salt and sugar on the ground. So therefore, open it when you get home. However, for everyone, we are having iftar here. We ask everyone, please join us for iftar and break your fast with us and eat with us before you leave. Barakallahu feekum. We ask the students.